السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا، اليوم رح أحكي لكم عن مبادرة قديمة شوي، بس هي من المبادرات اللي بتتعلق بحدث، وبما أنه هالحدث ما خلص فالمبادرة ما بتنتهي مدتها. المبادرة اللي حأحكي لكم عنها بتحمل عنوان أنا سوري أيام سيريان. أطلق الفنان السوري مصطفى يعقوب على أثر هجمة إعلامية شديدة على اللاجئين السوريين واتهامهم بالهمجية والتخلف والإرهاب. للأسف هذا النوع من الهجمات عم يتكرر كل فترة، مشان هيك ضروري نسمع بهذا النوع من المبادرات يلي عم تتصدى لهالهجمات. كيف تصدى يعقوب للهجمة ضد اللاجئين السوريين؟ استفاد يعقوب من الأصول السورية لبعض مشاهير أمريكا وصمم مجموعة من البوسترات حملت صور هدول المشاهير. الهدف كان من هاي الحملة توصيل الفنان رسالة مفادة أنه اللاجئ السوري بيقدر يكون واحد من هدول المشاهير على اعتبارهم عايشين حالته كمهاجرين ولاجئين سبقوه. الشخصيات الخمسة اللي ضمتها الصور هي وينتوث ميلر، بطل مسلسل أمريكي الهروب من السجن بريزن بريك، المولود بولاية كاليفورنيا سنة 1972 وهو من أم سورية. الشخصية الثانية هي تيري هاتشر، وهي نجمة ومغنية أمريكية مشهورة من مواليد كاليفورنيا 1964، عندها أصول سورية وتشيكية وإيرلندية. الشخصية الثالثة الممثل موراي إبراهام، وهو ممثل أمريكي أبوه من آشوري سوريا هاجروا بعد المجاعة سنة 1920، جده كان مرتل بالكنيسة السريانية الأرثوذكسية بسوريا. الصورة الرابعة للممثل جيري سانفيلد، وهو ممثل أمريكي كوميدي مشهور من مواليد بروكلين بنيويورك 1954، أمه من أصول يهودية سورية اسمها صالحة حسني وأبوه اسمه سليم. الشخصية الأخيرة هي ستيف جوبز، المدير التنفيذي لشركة أبل، وهو من مواليد سان فرانسيسكو بكاليفورنيا 1955، توفى بسنة 2011. أبوه عبد الفتاح الجندلي، سوري من مدينة حمص، وأمه جوان شبيل. بهاي الحملة خاطب مصطفى يعقوب الغرب باللغة اللي بيفهموها، وشجع على الاستمرار بالمحاولة وابتكار طرق جديدة لمخاطبة المتلقي الغربي ليثبت أن السوري مو إرهابي ومو عالي، وبيقدر يكون نموذج ناجح بيشتهر بالتفوق والنجاح. بهي الطريقة حمل الفنان السوري رسالته وحطها بإطار فني ليوصل من خلاله الفكرة وليجسد فكرة السوري اللي وين ما كان بيدعمه سوري تاني وبوقف معه. سلام. سوريين لبعض، معي أنا بسام داوود، لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.